بعد ما يزيد عن 40 عاماً يعود ملف الأسرى العراقيين في إيران إلى الواجهة، الملف الذي كان من المفترض إغلاقه منذ عدة سنوات، إلا أن الأنباء الأخيرة التي أشارت إلى تسليم إيران دفعة جديدة من الأسرى إلى العراق يثبت حقيقة واحدة مفادها: ما تزال إيران تحتفظ بأسرى عراقيين. حتى اللحظة لا ردة فعل رسمية عراقية أو إيرانية على تلك الأنباء، سواء بالنفي أو الإثبات، إلا أن العراقيين وذوي الأسرى خصوصاً تلقوا تلك الأنباء بفرحة غامرة، لا سيما بعد تلقيهم أنباء بين الحين والآخر بمعسكرات الأسر في إيران تفيد بوجود مئات الأسرى على قيد الحياة. شحة المعلومات الرسمية حول ملف الأسرى يعزى إلى حساسية ذلك الملف الذي قد يؤدي إلى توتر في العلاقات بين البلدين، لا سيما أن العراق كان قد أغلق بالاتفاق مع إيران في العام 2011 ملف الأسرى، بعدما أكدت إيران للجنة الصليب الأحمر التي كانت تشرف على الملف خلوها من أي أسير عراقي، وأن آخر وجبة تبادل أسرى بين البلدين كانت تحت إشراف الصليب الأحمر وتمت في 2003. إيران نفت في وقت سابق وعلى لسان لجنة الأسرى والمفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، نفت وجود أي أسير عراقي في إيران، وحسب اللجنة فقد توصل الطرفان العراقي والإيراني إلى نتيجة قطعية بعدم وجود أي أسير لأي من البلدين لدى الآخر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق لم تستطع تأكيد أو نفي المعلومات التي ترد بين الحين والآخر حول الأسرى العراقيين في إيران، إلا أنها أكدت أمراً واحداً، وهو أن آخر عملية لتبادل الأسرى في العراق حصلت عام 2003، إلا أن منظمات حقوقية عديدة وأسرى سابقين يؤكدون أن عدد الأسرى العراقيين الموجودين في إيران يصل إلى 3000 أسير. We'll be right back.